مرحبا بجميع التقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، إضافة إلى أجزاء أخرى قد نشرناها لكم سابقا. دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. إن عالم الحيوانات الزاحفة هو واحد من أحد أروع معالم الحيوان التي يمكن معرفتها، إذ أن الحيوانات الزاحفة تتميز بأن لديها أحجاماً وموائل مختلفة، بالإضافة إلى السلوكيات الفريدة من نوعها لكل عائلة من عوائلها. قد تبدو لنا السحلية وكأنها فريسة سهلة المنال بالنسبة لحيوان مفترس كبير الحجم، ولكن بأطرافها القوية وذيولها الشبيهة بالصوت ومخالبها الحادة فهي مجهزة جيدا للدفاع عن نفسها وللقتال في نفس الوقت. عند مواجهتها للحيوانات المفترسة تحاول سحال الشاشة مثلا تضخيم نفسها قدر الإمكان، مما يجعلها تبدو أكبر بكثير من حجمها العادي وأكثر تهديدا لأي حيوان يحاول الاقتراب منها. مع هذه السمات القتالية الخارقة والفريدة من نوعها وكونها ذات حجم متوسط، قد لا تبدو سحلية المراقبة كفريسة شهية جدا لحيوان مفترس كبير. ومع ذلك عندما تجد القطط البرية المفترسة هذه الأنواع من السحال فإنها تحب تذوق اللحوم الأكثر تنوعا في موطنها، وهذا يعتبر خطأ كبير يمكن أن تقع فيه هذه المفترسات. عندما يهاجم الفهد المفترس السحلية فإنه يستطيع مواجهة السحال الأصغر أو حتى الأكبر مثل تنين الكومودو العملاق، والتي يمكن أن تسبب له الكثير من المتاعب، إذ أن هناك حالات شوهدت فيها السحالي وهي تواجه الفهود وتضرب ذيولها في وجه هذه القطط المفترسة. إذا تعرض الفهد لضربة قوية من ذيل هذه السحالي فإنها ستسبب له ألما كافيا، فقد يتخلى عن الصيد ويترك السحلية جانبا ويلوذ بالفرار منها خوفا من تعرضه لإصابات أخرى قد تكون خطيرة. ومع ذلك إذا كان هذا الفهد جائعا جدا فنادرا ما يهرب من هذه السحالي، وفي النهاية ستصبح الوجبة المفضلة لهذا القط المفترس. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.